المنتخب المصري خلاص يعني اليد خلاص ما اقدرش اتكلم عنه، اليد فيه منظومه ثابته، عارف طريقه وعارف هدفه، عارف هدفه فين يعني. دايما اليد احنا دايما بالمربع الذهبي في اي بطوله على ان الاقل، شاء الله. ده اقل طموح ليها. انا عاوز ارجع بس فكره انه يا جماعه الاولمبيات كل مره بنتكلم قبلها بدري، احنا فرصه دلوقتي في حدث وحصل للتركيز. المسؤولين ارجوكم ابعدوا عن ازماتكم بمشاكلكم النهارده. يعني انت الراجل النهارده قال مش هسافر البطوله ولا اشارك فيها، وبتمنع اللاعب من المشاركه بتاع الكاراتيه، وكل شويه بنشوف مسؤول اللجنه الاولمبيه بيجري على اللاعب يبوسه ويحضنه، واهم حاجه يتصور وتتبعت الصوره عشان تنزل. لا، مش دور المسؤول ده، يعني مش دور المسؤول ده ان انت تحضن اللعيبه ولا حاجه وتتصور معاه. لا ده انا يعني ده نفسي بصراحه يعني ما اشوفش المشهد ده. لا لا يعني وبالك. خلينا نشوف انجازك من خلال لا اللاعب. لا اي حد زي كده، وهي الصوره الوحيده اللي تيجي مع رئيس اللجنه وباين ان هو صاحب الانجاز، تكرر الانجاز الصوره. طب احنا والله ما عندناش مشكله اتصور معاه، بس يكون في انجاز، يعني يكون عن ده عن دور عن قناعه، ما تبقاش انت مانع مش عاوز اللعيبه دي تسافر وتيجي. طب ما مين اصل هيصدق؟ الصوره دي مش دليل وجود ولا مش هيصدق هو بصمه. حتى، خلي بالك بيبقى امر مبالغ فيه. انت راجل مصر كلها عارفه ان انت مسافر، انه اللي قال نسافر الدوله المصريه واللي حامت الابطال النهارده كان ممكن ابطالنا قاعدين يتفرجوا على الشاشه وبيشاهدوا وزعلانين يقولوا احنا فين. ايوه فاللي كان صدر الدوله المصريه سفرتهم بطيارات خاصه، اهتمام غير عادي. احنا عندنا كمان دلوقتي في مشروع الموهبه والبطل الاولمبي، ابطال 17 سنه بدات الدوله المهتمه بيهم مش الاتحادات للاسف، بدات البشاير تطلع حقن او بطولات عالم في الاثقال وفي المصارعه، في ابطال واعدين في الملاكمه. فالمشروع ده التجربه المصريه دي هتقدر الفتره الجايه ما شاركوش في اولمبياد باريس، هيشاركوا في اولمبياد لوس انجلوس. فبدا الاهتمام. ليه المسؤول اللي في اللجنه الاولمبيه اللي قاعد على الكرسي للاسف الشديد اصلا انت مسؤول حقق صفر في الاولمبياد، صفر، لانه حصل نتائج الفروسيه تم شطها، فازاي انت تبقى على راس المنظومه؟ فشيء طبيعي انت مش فارق معاك ان خلاص اهم حاجه ازاي احافظ على الكرسي، ازاي اعمل تربطات انتخابيه، لكن ازاي ابيع البنات، لان طبعا. بس حضرتك يعني انا عايزه اتوقف عند مشروع المواهب ده، حاجه مهمه اتفضل. جدا. حتى لو بقلنا يعني دقيقه بس نتكلم ونشير ليه، لان انا الفتره اللي فاتت كنت حضرت بعض الاختبارات الخاصه بالناشئين تمام بالنسبه للانديه، اذا كان بقى في كره القدم ولا في الفولي ولا في الباسكت، دول الثلاث لعبات اللي انا شفتهم. لكن الكم اللي موجود لا يتيح للطفل، حتى سيكولوجيه الطفل ما تتيحلهوش ان هو ينجح في المناخ اللي هو احنا مستعجلين ومضغوطين والدنيا شمس جدا وضغوط غير طبيعيه عليه. ازاي هو هيقدر ان هو يبين موهبته؟ والله عشان كده فتحيه لوزاره الشباب والرياضه ان هي عامله رعايه مواهب، وتحيه لكل حد فكر ان هو يرعى موهبه او ان هو يوصل مثلا لقرى من القرى الريف المصري عشان يطلع منها المواهب. هو للاسف يا استاذه الاكاديميات بتبقى ده بيزنس. للامور ماليه وبزنس، وحتى الانديه للاسف الشديد بتبقى دلوقتي الاستماره بكام وعاوزه ايه اكبر عدد، فمش بتقدر انت اللعيب الطفل اللي جاي لك ده لازم تعمل له قياسات بدنيه، قياسات فسيولوجيه، جسمه وتكوينه وجسمه عشان ما تقدر هو ده تختاره. هم بيأجلوه بعد ما الاختيار. في بس ما بيحصل انا ما حضرتك ما بستأذنك. بيحصلش انا يعني، هو انت بستأذنك واحد تفتح الملف ده. اللعيبه دقيقه ما بتشوفوش، انا بستأذنك عكس بالظبط. اللي حصل في حصل عكس اللي حصل بقى في مشروع الموهبه. لا انت بتجيب اللاعب بتشوفه بتعمل له القياسات اللازم وبعد كده تبدأ تاخده بياخد فرصة واثنين طبعا. وثلاثة فبيتشاف زي ما احنا بنقول. انا بشكرك شكرا جزيلا، شكرا يا استاذة، وبستأذنك ان احنا يبقى لنا حلقة نتكلم فيها نفتح الملف ده بشكل موسع اكتر، لان ده موضوع يستحق ان احنا نعطيله وقتنا بشكل كبير جدا ونخصص له حلقات، لانه موضوع اكتشاف المواهب ده هو اللي بيتبني عليه بعد كده المنتخبات، النواه الحقيقيه المفرغه اللي بالنسبه لنا بالنسبه للمنتخبات. شايف احنا عشان بنعاني ازاي في كره القدم؟ ما فيش فريق دلوقتي في مصر وغيرها بيقدر يحقق والله يعني نتيجه الالعاب الجماعيه كل الثانيه بعيدا عن كره انا اليد. بقول لك بشكرك شكرا جزيلا، الحكم شكرا. صفر علينا استاذ بليغه وعايد، نورتنا وبشكرك شكرا انا جزيلا. بتشرف بك دايما يا استاذ، مبروك لكل المصريين، كل سنه وحضراتكم طيبين. مشاهدينا الكرام، بكره يتجدد لقاء وحلقه جديده من 8 الصبح. ابدأ يومك صح. إلى اللقاء، يومكم جميل إن شاء الله.